حكايتي مع قصة الجن عن طريق السحر. أترجعنا من البلاد سيمانة احنا تصداع جرع لنا مول الدار هو مشى جيه وانا رجعت لدار مني بحال كنت كضابط غنبغي الناس يعني صافي بحال داك صبر عليا غنمضوا غنمشي صافي غن الناس حي التليفون كنحس بحال شي واحد زعما شي واحد جاب مني ولا بدا كي فهمتي الا كانوا دابا الرقات كيتصنطوا ليا ولا الناس اللي كيعرفوا هادشي راه غيفهموا شنو كيدار في الاربعاء وفي شعبان وانا عرفت هذا سحر الجنون راه من 2020 دابا راه طالعه في 4 سنين اقسم لك يمينا اخويا ما كيجيش ما كيجي ما كيسول مثلا ما بغاش ندعي راه على صير على والو حتى عارف السيد مريض فهمتي انا اللوم عليهم هما يعني داكشي اللي بغاو هما وصلوا ليه وجهي كيتبدل كن مره كنصفار مره كنزراق مره فهمتي عينيا كيحمارو اون فوا طرا هاد المشاكل انا تبليت بعدا واش كنكمل دابا فاش كنت معاه هو بعدا كنكمل قارو والحشيش ضروري بالليل كتبش لك اخويا الحشيش الا ما كانش بالليل ما كناش بحال طريطمو الحياه واقفه واقفه اخويا كتبش لك ملي توفات الوالده صافي تخربقات لي حياتي السلام عليكم كثر اخويا لاباس عليك لاباس عليك مرحبا بك ربي يخليك الحمد لله شنو السميه ديالك انا فدوى فدوى متشرفين فدوى ربي يخليك شنو القصه ديالك فدوى توني ولا نحكي لك ديريكت نحكي لي مع راسك ما كاينش مشكل كيفاش بدات واش نوقع وداكشي كامل بغينا نعرفه اليوم صافي ان شاء الله نبداو حكايتي مع قصه الجن عن طريق السحر الجن عن طريق السحر تزوجت في 2012 عن طريق الحب يعني ماشي شي واحد جابوا لي العائله ولا فهمتي شحال كان في عمرك ديك الساعه كانت عندي 25 عام صافي هو العائلة ديالو ما كانوش موافقين حقاش هو من مدينة أخرى شلح بهذا المعنى يعني من تيزنيت صافي المهم جاب الوراق تزوجنا وهادي داز داك العام بخير من بعد وليت كنطيح شحال داز ديال الوقت تقريبا ورا العرس صافي وليت كنطيح فين نسمع القران نطيح نتعصب نطيح ولا نشم العود ولا شي ريحه زكيه زعما اللي زوينه كنعواج كنولي كننطق وكنولي صيفتي خايبه فهمتي كيعيني كيتقلبوا وداك الشيء كيبقى يدوي وكتعقلي على راسك ملي كترى هادشي كنعقل كنسمع كلشي ماشي كنغيب كنسمع كلشي ديك الهضره كل اللي كتذكر كنسمع بقات هاد المعاناه شحال كبقات مده قربينا قربينا من هاد الحاله هادي باش نعرفوها الان للناس اللي كيشوفوا هاد لا فيديو دابا حيت زربتي لينا عليها انت عايشاها بزاف ديال الناس ما عارفينش هادشي غير كيسمعوا به كيفاش كتغيبي اشنو كتشوفي فين كيطرى هادشي وامتى وفهمتي بغينا التفاصيل انا قلت لك ورا الزواج كنت كنطيح تقريبا نهار الجمعة ولا في القرآن مثلا كنكون تسمت القرآن ولا نسمع شي حاجة كنطيح بدو شي حركات فهمتي يدي كيتلواو عينيا كيتقلبو ما كانش ما عمرك طحتي قبل؟ لا قبل ما نتزوج عمري طحت عمري في حياتي كملي صافي كتولي سيفتك خايبة حتى الهضرة كتبدل الصوت كيتبدل أنا صوتي كيولي فهمتي قاصح بعض الصوت كنت كندوي بفرنسي بعض الصوت كيدو يخربقوا شي هضره ما عرفت كيديرها فهمتي المهم هادشي كله كنت كنسمعو ما كتحكمش في راسك لا ما كنتحكمش ما نقدر زعما نتحارب معاهم في ديك الوقيته ما نقدرش صافي حتى كيديروا القران ولا كيجيبوا لي الراقي باش كنطيح صافي تبعت الرقيه ديك الساعه انا مزوجه بالزوج ديالي وتبعت الرقيه كنمشي لواحد الراقي الله يسهل عليه حتى هو كنت بخير ملي تبعت وليت كنصلي معنا الصلاه كانت ممنوعه عليا ما نقدرش نصلي ما نقدرش نتصنت القران ما نقدرش نهز كيفاش ما تقدريش تصلي علاش ما تقدريش ما شي حاجه كتمنعني ما كنت كنقول باغي نصلي وما كنقدرش ما كنصليش وكتجيني كانت كتجيني الدم بزاف حاشاك فهمتي صافي تبعت رقيه وليت ديك الساعه كنا كاينين انا وياه واحد البارطمون وليت كنصلي سمعتي وليت كنصلي صافي وليت كنقوم الليل يعني شويه بديت كنتحارب معاهم مزيان صافي حملت ولدي الثاني كانت عندي انا بنيه ديك الساعه هذاك الراقي قال لي غنحبسوا الرقيه حتى تولدي صافي ديك الوقت اللي انا حامله بالولد حتى هو تاذى لي في كرشي فهمتي كنت كنطيح بزاف اغلبيه كل سيمانه شي جوج مرات ولا ثلاثه
باش تأدى باش عارف شي تأدى تأدى لي ولدي حقاش ملي ولدت وقالوا لي الناس قال لي الدري تأدى من داكشي اللي فك فهمتي وحتى ملي كان طرب ليا كان كيبكي لي بزاف كيبكي كيبكي مشيت ديت طهرت وقالوا لي خصك طهري طهرته وكنمشي ندوز لي ما عنده حتى اراد زعما ديال الطبيب كيقول الطبيب قال لي داكشي اللي فك هو اللي كيأدي بحال اللي كيقرصو ولا هادشي اللي كيقولوا لي فهمتي شكون هادو اللي كيقولوا لك هذا الراقي الرقات صافي دوزت هذيك المده كنا بخير واخا كنت كنعمل كيلو العراقيل باتشي ديال فهمتي كنكونوا صداعات على والو كنضار مع الراجل على والو على ابسط الاشياء صافي داز مع دارهم ما كانوش جاو عند العرس وملي ولدت بنتي تاي ما جاوش قال لي الوالد الله يرحمه قال لي سيري ديري صلاة الرحيم سيري عندهم فهمتي مشيت من هنا لكازا حتى عندهم تما تيزنيت واحد الدوار ما كيجيوش عندكم ما كيجيوش عندي بتاتا والو من نهار الزوج والو الخوت لا ترى هاد المشاكل ديال دابا انا ما غاديش ندخل معاك في التفاصيل ونقول لك شكون اللي دار لك هاد الشيء وفهمتي حيت تقدري تكون ما بغيتيش تقولي ولكن ربما اللي فهمت انا واللي فهموا المتتبعين هما انهم هما اللي ادوك هو هادشي اللي متاكده منه انا حاليا الاخر حقا جايه لك دابا في القصه ديالي نكملها لك حتى غتفهم كملي لنا انا ما نظلمش بنادم ما نقولش الله اللي كيعلم ياك ولكن انا متاكده ان عائل الزوج ديالي باش عرفتي باش متاكده لحقاش انا في الاول بعد ملي كنت كنطيح هذا الراقي معاك كنت كندير الرقيه كل حصه كان كيبقى يستجوب في داكشي اللي فيا كيقول ليه راه جيت من الجبل راه داكشي مليوح ليها في البير راه فهمتي يعني هاد النقط كاين عندهم هما تما فعلا في الجبل ما كاينش هنا في المدينه عندنا صافي المهم مشيت قلت لك مع تما ندير صلاه الرحيم كان عندهم واحد العرس وهما كيجيبوا الفقهاء فكيديروا صدقه انا كنت طحت في ديك الوقيته تما في الدار عندهم طحت عواجيت وهذوك الفقهاء جاوا عندي بسبعة وما قدروش داكشي اللي فيه ما قدروش عليه فهمتي وقالوا للزوج ديالي قال لي هديها بحال شي سيد ما شنو عندهم تمانيت في البلاد داني عند واحد السيد كيقولوا لي الشريف ماشي راقي دوك اللي كيكونوا عندهم فهمتي كيداوي الناس بداكشي اللي صافي دخلت عنده قال لي راه السيد القارين ديالها اللي تأدى بالسحر هو اللي كيدير لها هادشي ما قالش لي شكون ولا فين ولا ما حد عطاني ماء زمزم وما القرآن وزيت العود قال لي دهني وعطاني العود قال لي تبخري بي كل جمعة صافي أخويا رجعنا لكازا كنا كاين واحد البارطما وكان هو خدام بها خير واسر بها فهمتي خدام وهادي رجعنا من البلاد سيمانة حنا تصداع جرى علينا مول الدار هو مشى جيه وأنا رجعت لدان سيمانة ديك الساعة أنا باقي ما حملتش بولدي تاني صافي بقات هاد المده بحال هكا صافي كنرجعو وكنتخاصمو وكنفهمتي نكريو هنا ونخرجو من هنا على بسبب هادشي انا في الاول كنت محاربه كنت كنقول لا انا عارفه زعما بنادم كيسحل لينا باش نفرقنا انا ما غنفرقش فهمتي انا نبقى جا مع ولادي وغادي كنصلي وكنتحارب مع راسي ولكن مؤخرا بحال استسلمت فهمتي بحال ولاو هما اللي مسيريني بهذا المعنى بعد هاد المده كامله من 2012 2020 في كورونا كنا كاين واحد البيت انا وياه في السطح هنا في كازا وديك الساعه كورونا هو قلت من الخدمه ياك الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثاني قالوا لنا عليه غيجي رمضان قلنا راه صافي غيزيدوا هذا الشهر سيد صحه السلام يعني ما نقولش لك هو كيتعرض لشي مخدرات ولا كيك ميغارو كيشرب مره ما كيدير لا حشيش لا قرقوبي لا والو السيد باقي نعقل نهار الاربعاء الاربعاء شعبان باقي سيمانه وغيجي رمضان جالسين في البيت ما علينا ما بينا كيسدوا علينا مع السته صافي كنجيب انا اللي قسم الله ويخرج الزنقه كيجري كيجري وكيترفع عباد الله صافي ملي شدوا الناس جاوا حتى البوليس وحضروا فيه حقاش حنا كنا كاين عند الناس تخلعوا فهمتي صافي ديتو لدونا 36 سبيطار ديال النفسي الطبيبه ديك الساعه ما كتستقبلش خلوه على برا عطاو الفانيد والو منعش قالوا لي راه عنده الاكتئاب الحاد والوسواس القهري شكون قال لكم هادشي هادي قالت لي الطبيبه اللي تما في 36 يعني شافتو قالتها ما دخلاتوش هي اخر عطاتو الدو خرجت شافتو واحد ديك الساعه كانوا حابسين مع ناس سيكوريتي
من بعد صافي مع الكراف كورونا ما كان حتى واحد كيخرج ما كاينش اللي غيعاونك ما كاينش انا وياه خلي على داكشي اللي دار ليا خلي ابار انه بغى يضربني وانا فهمت ما كيحملنيش باش عرفتو انا السحر ما عرفوش نفسي حقاش السيد ملي مرض بلا ربعه الا كانوا دابا الرقات كتسنطوا ليا ولا الناس اللي كيعرفوا هادشي راه غيفهموش اشنو كيدار في الاربعه وفي شعبان وانا عرفتو هذا سحر الجنون فهمت حيت مادام انا مرتبتش وليت عارف هادشي بزاف سحر الجنون ما قدر نقول نفسي ما حيت السيد كان بخير عليه صحه سلام ما عندوش حتى حاجه اللي غادي تمرضو نفسانيا فهمتي صافي بقيت معاه في ديك المعاناه رمضان كامل صافي السيد فطرو كامل ما كيكمي راك عارف مرفوع عليه قايم كيخرج ليا عريال الزنقه نتبعو وكيدوك الاخبار اللي كان كيتبعهم كان كيتخيل عائلته تما كينوض كيقول لي اخويا فهمتي علاش انا تاكدت ولا باغي نمشي للبلاد فين ما يدور يقول لي باغي نمشي غيمشي لتيزنيت صافي حاولت مع داك رمضان العذاب الشديد وكل الحمد لله واحد اللحظه حتى زاد حتى قالوا لي راه في اكادير ما فهمتش انا في كورونا كانوا حابسين الطريق حتى قال لي خو راه وقيلا صيفطوا لي شي واحد الماتش انا ومشى من تما بقيت شفتو 2020 ورا رمضان هما كانوا شكوا فيا انا اللي دايره ليه حيت باينه حتى الجيران هنا راك عارف المره اللي كتاخذ التهمه فهمتي السيد صحه سلام تسطاره مرتو سطات مشاو ملي داروا لي هما دوك التحاليل والسكانير وهذه لقاو عندو نفس الحاله اللي قال لي الطبيب هنايا وداو تاع الفقيه قال لهم هذا مرض بالاعصاب قوه التفكير وعنده المس والمس راه كيجي على طريق السحر ولا العين ولا الحسد فهمتي صافي مواصدو مع هذا الموضوع بقوه تما ما كيدويش معايا ما كيعيط ما كيجي هذه المده كامله راه من 2020 دابا راه طالعه في 4 سنين اقسم لك يمينا اخويا ما كيجيش ما كيجي ما كيسول مثلا ما بغاش ندعيره على صير على والو حيت عارف السيد مريض فهمتي انا اللوم عليهم هما يعني داكشي اللي بغاو هما وصلوا ليه هما بغاو يشتو الشمل شتو من وراء 2020 انا منين صافي مابقيتش كنطيح بزاف ولكن وليت داكشي كنحس به يعني انا عارفه داكشي فيا حاسه به فهمتي حاليا انا كندوي معاك كندوي بعصبيه فهمتي كن مثلا وجهي كيتبدل كن مره كنصفار مره كنزراق مره فهمتي عينيا كيحمارو الاغلبيه ملي كيشوفني شي راقي ولا شي حاجه كيقول لي داكشي راه عندك في عينيك باين لك في عينيك فهمت وليت خلويه بزاف وليت ما كنبغيش نجمع انا كنت اجتماعيه قبل قبل اصلا قبل ما نتزوج به هو انا كنت ديك الساعه كنقرا في الباك كنت داير المسرح فهمتي كنمشي للرحلات المخيمات هذه كانت وقتي عامر بشي حاجه اللي مفيده ما كنتش كندير شي حاجه خايبه نهائيا اون فوا طرا هاد المشاكل انا تبليت بعدا وليت كنكمي دابا فاش كنت معاه هو بعدا كنكمي كارو والحشيش ضروري بالليل كتبش عليك اخويا الحشيش الا ما كانش بالليل ما كنناش بحال طريطمو فهمتي وانا عارفه هذاك الشيء اللي فيا اللي كيبغي لا تي شنو قلتي لي في الاول سميتك انا فدوى بلاتي اختي فدوى بلاتي راه القصه دابا عاد بدات القصه متشابكه دابا عاد غادي نبداو راه في الاول راه كنا عا كنقولوا دابا عاد غادي تبدا القصه دابا وليتي انت كتكمي ملي كنتي معاه هو كنت كنكمي كارو غادي نرجع معاك وغادي تعطيني اول كارو كميتي كيفاش البلان اول كارو ما نكتبش عليك ما نقدرش نعقل على نا كنا خارج معنا في الاول كارو زعما زعما البدايه ديالك في عالم التدخين كيفاش كان كيفاش كانت الرفقه مع هو وكليكه ديالنا حيت حنا كنا اصدقاء فهمتي قبل ما نتزوج كنت الخدمه ديالك انت في دوبه انا ديك الساعه كنت كنقرا ما كنت خدام هادشي اللي كتقولي لي قبل الزواج هذا قبل الزواج سيري اختي سيري كملي معايا صافي المهم قلت لك منين تبليت بحال هكا وليت ضروري خصني هاد البليه ضروري قدر ما ناكلش الماكله ما كتهمنيش فهمتي نقدر ما ناكلش ولكن ضروري البليه خص تكون عندي ولا ما كنعرفش شنو باش كتحسي ما شنقول ماشي باش كنحس مو خصني ضروري نكمل ما عرفتش ما كاين حتى احساس وانا عارفه مضر فهمتي حيت قاري عارفه مضر وعارفه شحال من حاجه حرام وشحال من حاجه عيب وهذه وريني كنلقى راسي غاده ليها كما قلت لك فهمتني مسيريني هما مسيريني يعني انت بحال اللي قلتي ليا الكارو اللي كنتي كتكمنتي ولا الحشيش سبابه هما الجن
هادشي اللي قايل انا مع راسي حيت ما كنحملوش فهمتي حيت انا ملي كنكمي ما كنحملوش ما كنبغيش فهمتي ما كن ماشي شي وحده اللي فهمتي اش بغات نوصل لك الجن اللي في كمبلي ولا شنو ما عرفتش هادشي اللي قالوا لي الله يعلم سيري كملي كملي الله العظيم هادشي اللي كيقولوا فهمتي صافي المهم هذيك المده اللي قلت لك هذه مؤخرا كندوي لك على مؤخرا صافي بقيت بوحدي يعني ما كنت واحد فهمتي هو ما كاينش ولادي انا بسبب التشتيت انني ما عايشينش معايا في الدار كاين مع خالتي حيت توفات الوالده بقاو مع خالتي فهمتي دابا انت مع من عايشه دابا انت انا مع خوتي مع خوتك باقا التدخين باقا البلية باقا باقا صافي هي هادي كيف بقيت دابا هادشي باقي فيا انا باقا كنحس بيا واخا مابقيتش كنطيح وهادي وليني حاسه انا باقي لي فهمتي باقي داك الشيء ساكن فيا وصافي كنحاول انني شحال مره كنقول كيجي داك التأنيب الضمير غنصلي الله وهادي خصني ندير وكل الغد لي ما كندير والو كنقرا في الروتين دابا اللي دابا مازال كتلمسيها اللي بحال نقولوا كتبين لك ان داك الشيء مازال شنو اللي زعما داكشي مازال فيا باش كتحسي شي حاجه كتحسي بها اللي مخليك متاكده ان مازال فيك داكشي شنو نقول لك انا مؤخرا فهمتي قلت لك كان داكشي كنحس به بحال كيمارس معايا شكون هذا شكون هو هذا الضحك عاوتاني داكشي اللي فيه لا 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 شوف ماشي كنضحك انا بالعكس انا حيت الاغلبيه ما كيتيقش فهمتي راه كنبغيش نعاود هادشي حيت بلا ما كيتيقش مادام انا داير هاد البرنامج بهاد الطريقه هادي الا راه كيجيوني قصص اللي راه كيضرني راسي بعض المرات ولكن ماشي كنكذب بالعكس بصح. واحد الواحد ما عايش واحد الحاجه بصح راه نورمال غادي يقول لا ما كايناش ما يحسش بك ولكن اللي عايش راه شكل فهمتي باش نكونوا واضحين اللي مجرب هو اللي غيكون حاس بك علاش كنقول لك انا دابا بنادم اللي غيسمع اللي غتكون مريضه نفس المرض اللي فيا ولا شي راقي ولا فهمتي هو اللي غيكون يعني انا الا شتيني بعض المرات كنلوح شي كلمات مستملحات ولا داكشي عرفتي راه غير بغينا نهرسوا الجو باش ما يبقاش باش حتى انت نخفف عليك وانت كتعاود كيخليك صافي سيري كملي لي القصه صافي قلت لك وليت كنحس هذا الاحساس ديال انني ماشي في الحلم في اليقظه في اليقظه كاع في اليقظه وشرحي لينا مزيان هادشي ما نقدرش ندوي في هذه النقطه بزاف ما نكذبش عليك المهم في اليقظه كنحس ان ما كنشوفش ماشي غنقول لك كنشوف في الصوره لا ولكن احساس هادشي كان فهمتي كيجيني انا هاد النقطه بالضبط ما عاودها حتى واحد فهمتي سري هادشي عندي سري شوف هذا سر و احنا الهدف عندنا هو انك تخوي علينا قلبك وحنا نسمعوا يعني فاش هاد الحمل اللي هزنت هي في النفسيه ديالك الا عاودتي لينا هذا تخفافي وتخليك حيت ما قدرتي انت قلتي دابا قلتي ما قدرتي تعاودي لتا واحد الهدف ديالنا حنا من البرنامج هو الناس يعودوا لينا داكشي اللي ما كيقدروش يعودوا حيت اول حاجه ما كيعرفهم حتى شي واحد كيكون واخدين الحريه في الهضره وثالث حاجه هو اننا كنلقاو ناس ولا ثاني حاجه كنلقاو ناس اللي كيعيشوا نفس المعاناه وساكتين ما يقدروش يتكلموا غير بوحدهم اللي كيعيشوها بصح حتى انا هادشي اللي كنقول فهمتي كنقول ما يقدرش بنادم يتيقبك مازال نقول لشي واحد اللي قاري هادشي ديال الروقات وهادي يقدر يتكلم فهمتي حيت كاين المهم قلت لك وليت كنحس مثلا انت في الليل انا في الليل ضروري خصني نطلع بعدا في البيت ما تخافيش ما نخافش نطلع التليفون تاو التليفون كنت هو كنضلمو فهمتي ما كنحملش الضوء الثقيل كنحمل الصداع جا خويا مسكين هو وحده دابا كينعس بكري المهم التليفون والحشيش كتكمي قدام خوك لا انا بيتي وكرا عارفين اللي كنكذب عليك صافي ديك الوقيت اللي بعض الخطرات ملي بحال كنت كنصافي غنبغي الناس يعني صافي بحال داك صبر عليا غنمضوا غنمشي صافي غنعس حيد التليفون كنحس بحال شي واحد زعما شي واحد جا مني ولا بدا كي فهمتي صافي وماشي كنوض ولا كندير شي حركه لا بالعكس كنستسلم كنبقى كيعجبك الحال المهم كنبقى ما نقدرش واش كيعجبك الحال
في الاول في الاول فاش اول مره طرا هذا الشيء جاك في شكل ما استسلمتيش ليه ما قبلتيش في الاول ما فهمتي جاتني غريبه ما عرفتش شنو وفي الثاني مؤخرا صافي ولا كيجي هادشي عادي ولا كيجيك عادي ما كتشوفيش الصوره لا هكا تحسي براسك راك كتمارسي وصافي صافي هادشي اللي مرضني انا فهمتي نفسانيا ماشي يوميا لا مرات فهمتي مرة شحال صافي بالنسبة مثلا نقول لك الرجال باش نقول لك انا يعجبني شي راجل مثلا هاد السنين كامله لان بلا راجل زعما ندير شي علاقه ولا نتصاحب مع شي واحد ولا دي ما يمكنش نقدر نتصاحب وندوي مع بنادم ودي ولكن ضروري كتكون شي حاجه اللي غادي كتجي مني انا فهمتي انا من هضرتي ولا طريقه التصرف ديالي ولا التعامل ربما توجيه سي صافي بنادم ما كيبقاش يحملك فهمتي كي فهمتي هادشي اللي انا دابا جيت نشوف لقيت يعني يقدر يكون جن العاشق لا راه ماشي يقدر راه هادشي اللي كتعاود ليا دابا الا سولنا عليه شي راقي ولا شي حاجه راه يقول لي راه الجن العاشق راه حيت انا متبع هادشي ديال الرقيات ولا سولنا ولا سولنا واحد في علم النفس بحال الاختصاص ديالي انا يقول لك هادشي نفسي وراه عندي شي نفسي دابا انا المشكله هو اللي غنتيقوا واش الراقي ولا واحد في علم لا نقول لك نقول شي مشكله انا عارفه راسي عندي مرض روحاني حتى شي ديال الجن كيقولوا لي روحاني ومرض نفسي مرض نفسي امتى مرضت انا ملي ماتت ماما الله يرحمها فهمتي شوفات لي الويده داك العام الله يرحمها كنت كعرف الام كي كتكون بلا من ام ديال بصح كانت عندي ام صاحبتي بكل شيء الله يرحمها في النار امين امين كانت شاده لي وليداتي فهمتي مربياهم ليا كتصرف عليهم علينا حنا انا ما كنتش خدامه ماما كتعطيني الشهريه كانت مسكينه الله يرحمها ما كانش التعليم كتخلص والله كتفرق علينا وهادي المهم مشات ماما ماتت في واحد الظروف فهمتي في يومين يعني كانت بخير صحه سلام بغاها الله يرحمها انا تصدمت هذيك اللحظه هذه جاتني صدمه طحت جاني اعصاب شدني كرايز من عنقي ملي داوني الطبيب وهادي قال لي مرا العصاب خرجي طريطم خرجي واحد الفانيد وواحد ديال ما عرفتش كيقولوا لي المهم داك الكرخي وواحد قال لي اخويا ما ديريش بحال الخرقوم داك مغنيزيوم عطاني مغنيزيوم هذاك اللي كيكشكش هذاك اللي درتو وعطاني واحد الفانيد اللي هو فهمتي ما اخويا والناس نصحوني قال لي درتي غتبقاي شاده الفراش غتولي عاوتاني فغتدخلي في ليطا ديال الادمان ما درتوش وانا اصلا كنت درت ما نحيتش كاع داكشي اللي كندير ديال فهمتي الادمان ونكمل به ما درتوش درت هاد المغنيزيوم صافي بقيت مده شحال وانا سادة عليا ما كنخرجش فهمتي كلشي عرفني كلشي عرفني مرض اللي صحابوني طيت ولا انا راه اكتئاب فوالا جاني داك الاكتئاب قلت واحد الكلمه اللي هي اللي كنت سمعت سكتي باش نقولها انا حاسه براسي دابا الروقات يقول لك راجل العاشق وكذا وهادي والى اخره دابا في الكوتي بسيكولوجيك كيقول لك السيدي السيدة عندك اكتئاب كتبغي الظلمة كتبغي السقيل ما كتبغي الصداع هادو كاملين اعراض ديال الاكتئاب والله الا حاسه فيه ما كتبش عليه وكتشدني البكيه فهمتي كنبغي قلبي كيضرني كنبغي نبقى نبكي كنبغي نبكي بوحدي ما كنبغيش بنادم يشوف دمعتي القضيه ما نقدرش واخا تشدني البكيه قدام الناس ما نبكيش انا قدام الناس والو ضروري تنسد عليا ونفش قلبي مزيان صافي فهمتي وهاد القضيه ديال العصب ولات كتجيني بزاف اني كنترعد كتجيني نصي اليمين نصي اليسر يدي ورجلي كيبقاو يترعدوا باش كتبدا في يدك باش غنبدا نبكي فهمتي كنبقى نترعد باش كتخرج ديك البكيه والتنفس كيتحبس انا عارفه هادشي يقدر يكون انت نفسي انا عارفه هو نفسي شنو تبغي تقولي للناس اللي كيشوفوا فينا دابا وكيقول لك باللي داكشي ديال الجن والطياح وداكشي كامل هو مشاكل نفسيه ما عندها حتى شي علاقه بالجن وانت دابا عاودتي لنا واحد القصه ديال الممارسه يعني لا انا للمتتبعين عقلي وقف انا باش ما نكذبش عليك انا بحثت في الموضوع عارف هادشي كامل يعني فهمتي عارف كلشي اشنو تبغي تقولي للناس اللي كيحطوا التساؤلات فراسهم منتي عندك تجربه فهادشي انا كنبغي نقول للناس انه كاين السحر كاين الجن وكاين النفسي كاين مرض روحي وكاين مرض نفسي
روحاني، مرض روحاني. هذا المرض الروحاني كيجي عن طريق السحر أو للعين ولا الحسد، ولكن السحر أكثرية. فهمتي؟ حيت بنادم اللي كيسحر لك اشنو كيدير؟ هذاك الساحر راه كيصيفط لك جن كيسكن لك الذات ديالك، تشوف هما المنطقه اللي بغاو. فهمتي؟ حيت انا قبل كان كيقول لي في المعده من بعد قالوا لي في الوالده، حيت انا طاحوا لي جوج تيلادات عاد حملت بولدي الثاني بحال كانوا دايرين انا ما نولدتش. فهمتي؟ كيتمركز لك في واحد المنطقه اللي كيبقى هو يتحكم ويوسوس لك فيها ولا يمرضك ولا، ولكن هذا الشيء راه ما كاينش، راه ماشي قدر الله. لا يفلح الساحر حيث اتى. فهمتي؟ انا راه عانيت هاد السنين كامله وبقى واقف الحمد لله. فهمتي؟ راه هما دابا اقسم لك كامل شي بلاد ملي كيسحل لك كيشوفك من بعيد كيضرك وكيبقى يتفرجك من بعيد اش كديري حياتك كيفاش ولات. فهمتي؟ خدامه عندك فلوس هما حطوني، راه بصح انا تحطمت ما نكذبش عليك، تحطمت تشتت لي شملي. فهمتي؟ وليداتي بعاد عليا. فهمتي؟ ما خداماش خدمه ما كت... اي خدمه خدمت فيها كنضرب فيها سيمين وجوج سيمين كنخرج. بحال اش الخدمه اللي كتخدم؟ فهمتي؟ انا قبل كنت كنخدم منين طل منين تفرقت مع الراجل خدمت سربايه، من بعد واش كنخدم ميناج فام ميناج. صافي كتلقاي راسك فهمتي حتى الرزق ما كاينش، الرزق سير الفلوس ما كنلقاهمش. يعني بنادم كيبقى تابك هذا الشيء ديال السحر وهادي، او ثاني الا بقى بنادم متبع الفكره يمشي فيها وما غاديش الله ماي. انت فهمتي واحد السيد كيكون صحيح كيمشي عند واحد الراقي كيقول لي انت راه عندك الجيل العاشق، يكون ولا ما يكونش هذاك السيد راه مرض في النفس ديال. كتبقى الا بقيتي كتفكر في هادشي كتوسوسي. علاش خصك تكوني قويه؟ وحنا عندنا واحد العقل بالزربه كيتيق داكشي الخايب، كيتيق الخايب. دابا لمشيتي عند راقي وقال لك راه العام الجاي غتولي لاباس عليك، راه والله لا تيقتيه، ولكن اللي قال لك العام الجاي غديرك سيده كتقول ناري العام الجاي كتبقى متوسع. كتبقى حاضر. فبالتالي هنا بغيت نوصل واحد الرساله للرقاة والناس اللي كيمتهنوا هذه المهنه هذه. حاولوا ما تجيوش وتقولوا لدوك الاشخاص ها شنو عندكم. بصح باش ما يبقاش متوسع. عرفتي واحد النهار حضرت لواحد السيده واحد الراقي كان كيرقيها، وانا كنت حاضر بالصدفه في هذاك المجلس هذاك، وكان كيرقيها، وملي سالا قال لها المهم راك وليتي بخير، انا سمعت الحديث اللي دار بينه وبين داك الجني وهادي الى اخره، سمعت كلشي. فهمتي؟ وقال لي توا راه سحر، قال لي كذا، قال لي دابا ملي ناضت قالت لي وشنو عندي يا سيلف قيه؟ قال لي ما عندك والو، ما عندك حتى شي حاجه. شكون قال لك انت عندك شي حاجه؟ شي باش متبقاش تفكر. ما عندك والو، انت مزيان، انت خاصك غير دوشي بهذا الماء وتشربي منه صافي غتولي بخير. نسي هادشي ما بقاش تعاود. دابا فاش خرج قلت لي ولكن السي الفقير نورمالمون راه كان قال لك واقيلا شي سحر ماكول ولا ما عرفت شنو هو داكشي. قال لي ها هو المرض كاين، الا زدت قلت له عندك سحر ماكول غتوسوس كثر، توسوس وغتمرض كثر. والله بصح عجبني عجبني الطريقه اللي يكونوا الرقاه كاملين بحال هكا. راه فهمتي؟ راه كاملين عارفين بان الله سبحانه وتعالى خلق الانس والجن، هذا موضوع اللي ما نناقشوش فيه وما نقولوش فيه. كتبقى مساله هناك كاينين ناس اللي كيطيحوا هذاك الشيء عنده علاقه بالروحانيات كما قلنا الجن الى اخره، وكاينين الناس اللي كيطيحوا هذاك الشيء عنده علاقه بما هو نفسي. نفسي كنكون صرع. لا ماشي بالضروره راه نقولوا حقه ولا هادي ولا الى اخره. فبالتالي هو كيبقى موضوع مشاكك صعيب. صعيب ان صعيب اننا نحسمو فيه ونقولوا هذاك الشيء راه نفس ولا جن ولا هادي. حقاش فهمتي قبل كنت فهمتي انسانه عاديه عايشه بعائله متواضعه بخير، كنصلي دايره الزيف فهمتي. انت كما قلت لك كنت متبعه بحال هكا المسرح، كنت كنقرا مسرح عبد الحاج يونس الله يرحمه. كنت كنمشي للرحلات هذه المخيمات، يعني وقتي كان عامر. شو هما دابا بسبب هذا السحر اللي انا كنقول لك عليه هذا الشيء اللي ركب فيا وانا تبدلت. دابا كنت كنكتب القصص، انا كنكتب الشعر وكنكتب قصص. دابا قول لي نوضي كتبي ولا والو، ما بقاش عندي ما حتى حاجه. دابا شنو عندنا؟ البلية مع الفقصه والمشاكل والخدمه ما كايناش وولادي بعاد عليا فهمتي. وتخربقت صافي. دابا الخروج دابا ما نقدرش نخرج، انا راه مسلوخه في بيتي دابا. يقدروا يعيطوا لي صحاباتي ما نجاوبهمش، كنا نشوف لابيل صاحبتي ولا العائله ولا ما نجاوبش. انا ما بغيتش. الحياه واقفه اخويا، ما نكذبش عليك. ملي توفات الوالده صافي تخربقات لي حياتي، اذا كانت معاوناني بزاف فهمتي. والحمد لله
شكرا شكرا انك قبلتي تدوزي معايا في الحلقه. ربي يخليك اخويا انت، شكرا ليك. نقول لك الله يسهل عليك، الله يسر لك امين امين. ربي يخليك والله، والله يشافي جميع المسلمين. وهادشي كامل المعاناه راه ماشي ضاعت، الله راه مخبي الفراج. وقد ما كان الليل كيكون النهار، وقد ما كانوا المحن كيكون الفراج. صح. والانسان ديما يقول الحمد لله، والقادم افضل يتفائل، تفاؤل خير تجدوه، اللي يتفائل الخير غادي يلقاه. شكرا لك بزاف الثقه اللي درتي فيا وعاودتي لي هادشي كامل. كلمه اخيره اختي لك باش نحبسوا. اخويا انا كنشكرك بزاف لحقاش خليتيني انت ندون نفرغ شويه داكشي اللي في قلبي وداكشي اللي كنت مخبياه، فهمتي سري. وكنتمنى الله يفرج على الجميع صافي، والله يهدي ما خلق. امين يا ربي صافي، والله يشافي كل مسلم. امين. قابله تدوزي معايا في البرنامج؟ مرحبا قابله. الله يحفظك، شكرا بزاف اختي. الله يخليك يا اخويا، شكرا. سلام الله.